ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنسوش نعمل لايك، نشترك في القناه. قبل ده كله صلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن ساره زوجة محمد محمود عبد العزيز، وهي بتعمل له اكله مصريه 100%، وهي طبق العدس او شوربه العدس علق فيه وبطبطب. وقبل كده ساره حطت رساله يعني فيما معناها ان هي كل واحد بيعدي ايامه والناس ما بتشوفش الا الحاجه الكويسه بس، يعني الناس كانت بتلومها على ظهورها في عيد ميلاد محمد محمود عبد العزيز زوجها، وان هي بتهزر وبتضحك، فالناس يعني بيقول لها ان انت نسيتي والدك، ولكن هي ما نسيتش، ولكن هي بتحاول تخرج من الاجواء الحزينه اللي هي فيها، وبتحاول تعدي الايام وتساند عيلتها وبتدعمهم زي ما هم بيدعموها، وتقف معاهم وتفرحهم وتحاول تخرج من حاله الحزن. فالناس استكترت عليها ده ولمتها وكتبت لها تعليقات سلبية، وده اللي خليها تحط قبل كده بوست حزين جدا ان هي ما نسيتش حد، وهو مش ممكن تنسى والدها ابدا ابدا ابدا، ولكن الواحد دايما دايما بيحاول يخرج يعني من حالة الحزن، وده امر ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا في النهاية رايحين الى الله سبحانه وتعالى. ربنا يحسن خاتمتنا يا رب العالمين. في ناس شغلتها الشغله بقوا كتير جدا 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 بشكل سيء قوي قوي قوي، ان هم يكتبوا كومنتات سلبيه وتعليقات سلبيه للناس. طب حضرتك او حضرتك مش عاجبك حياه الناس دي، او مش عاجبك انك تتفرجي على حاجه، او مش عاجبك ايا كان هو ايه، ما تتابعهوش دلوقتي. يعني ممكن تعملي بلوك، ممكن تعملي انفولو، ممكن تعملي اي حاجه، ما تتابعيش الشخصيه او الشخص او الشخصه او اي حد اللي انت بتتكلمي عنهم او بتديهم انت كمان تعليقات سلبيه. فيا ريت كل واحد يخليه في حاله ويعمل على نفسه فقط بس مصلح اجتماعي، عشان لو كل واحد اصلح نفسه كانت الدنيا هتبقى بخير، بدل ما كل واحد عمال يعدل على الناس، عدل على نفسك انت الاول. شوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.